كانت المبادئ، فماذا عن الخطوط الحمراء؟ الخطوط الحمراء هي في مقدمتها التهجير وتصفية القضية والتهجير القسري لأهل غزة وأهل فلسطين كما حدث في نكبة 48، هذا لن يتكرر، وأكد الرئيس أنه لن يتكرر للفلسطينيين ولن يتكرر على حساب مصر. إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاماً هي عمر القضية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الصامت راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف. كما أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فرق إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال يحدث أبدا على حساب مصر. سأكرر وأؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردا إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا.